شهادات مشردة خارج الشوارع بعد تداول دراسات تؤكد أنها يمكن أن تصاب بفيروس كورونا. خوفا من العدوى رمى البعض بقطته خارج البيت وهي سليمة، الأمر الذي أغضب محبي الحيوانات والمدافعين عنهم، خاصة عندما يتم نقل المعلومات دون تدقيق. غردت زينة. أثبتت دراسة جديدة أن القطط هي الأكثر عرضة لانتقال فيروس كورونا إليها من الإنسان وليس العكس. يكفينا نشر أخبار كاذبة وإشاعات حول هذه الأرواح البريئة. الإنسان هو المتهم الأول في إفساد الطبيعة. صحيح أن القطط هي أكثر الحيوانات عرضة للإصابة بفيروس كورونا، أكثر من الكلاب، من الدجاج، ومن الخنازير، لكن منظمة الصحة العالمية تدقق في كل الدراسات، وما أثبت إلى الآن هو أن القطط ممكن أن تنقل العدوى إلى الحيوانات الأليفة وليس إلى البشر. فاتن يتيم غردت. الحيوانات المنزلية بقي في البيت، وأهل المنزل هم من يخرجون ويعودون ويجلبون معهم الفيروس لا سمح الله، بمعنى أنه لو كانت هناك عدوى تنتقل فهي من الإنسان للحيوان وليس العكس. لابد من توضيح ذلك حتى لا يتسبب ذلك في التخلي عنها ورميها في الشارع. وغردت الدكتورة سهى. كورونا مش كورونا، أنا أبلانا فيهم، قطة ربيتها وهي جزء من عائلتي ومسؤوليتي حافظ على صحتها. بينما اقترح وائل ذكير حلا لها. بعد انتشار إشاعات عن حمل القطط كورونا، بدأنا نسمع قصص ونرى قطط مرمية بالشوارع بكثرة، وقد اعتادت على نمط غذائي وسكني معين، وهي الآن تعذب وتعاني. فإن كنت لمحالة مستغني عنها أو مصادف حالة، فأرجو تبليغ بعض الجهات التي تتبنى مثل تلك الحالات. لكن الخبر المفرح هو أن الصين استثنت القطط والكلاب من قائمة اللحوم القابلة للاستهلاك الغذائي. مع عودة فتح سوق ووهان الصينية، تزداد المخاوف من العادات الغذائية للصينيين التي تحوم حولها شبهات لتسببها بفيروس كورونا. فالصين تقتل سنويا 10 ملايين كلب، إما بضربها حتى الموت أو شويها حية. فهد عامر الأحمدي غرد. قبل 14 عاما ظهر فيروس السارس في الصين التي تكتمت عليه في ذلك الوقت، غير أن عالم أحياء من جامعة هونغ كونغ اكتشف أن فيروس السارس المعروف بين القطط والكلاب انتقل إلى سكان الأرياف بسبب ولعهم بأكل الاثنين. بينما طلب مغردون الصين بمعلومات أكثر حول عاداتها الغذائية الجديدة. نتمنى من الصين أن تطلع العالم على جميع الحيوانات المسموح أكلها لديهم حتى لا يتسببون في ظهور أوبئة جديدة كما يحصل الآن، فالعالم غني عن تلك الممارسات الخاطئة. شاركنا برأيك، هل تعتقد أن الصين ستلتزم باستثناء القطط والكلاب من قائمة اللحوم الصالحة للأكل؟ لكن ماذا عن الخفافيش والفئران والحشرات الحية؟